قال الرب يسوع في يوحنا 8:32: وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة. العمود اللي بعد كده، السلطان. ادرس موضوع السلطان. كنت بقوله كعنوان النهاردة، من ضمن العواميد الأساسية أنت محتاج تدرس موضوع السلطان. السلطان هو قوة ممنوحة. السلطان هو قوة ممنوحة. كنا بنتفرج على عسكري المرور بيوقف العربيات، إذا كانت العربية دي كبيرة حجما أو صغيرة حجما، إذا كان السواق اللي بيسوق العربية دي شخص مش كويس، شخص كويس، مش فارق كتير، عليه أن يخضع للسلطان المتمثل في اللبس اللي لابسه العسكري. العسكري بيتحكم في إيقاف العربيات أو يمشيهم أو يحركهم. معنى كده إن في حاجة في السلطان ليست قوة بدنية، ليست قوة عضلية، ليست قوة جسمانية. العسكري إذا كان مريض أو مش مريض السلطان لا يتأثر، ده مش مرتبط بحالتك الروحية، السلطان ثابت. لكن السلطان يتأثر بحالتك الروحية إنك مش شايف الصورة الحقيقية بتاعتك. زي اتخيل معايا لو شخص موظف في مكان طول الوقت بيتم التعامل معاه بظلم، الشخص ده ينقصه ان هو يعرف ازاي ياخد حقه من خلال كلمة الله، يعرف ازاي يتعامل مع الناس، يعرف ازاي يحط ايمانه في الموقف. لكن ماذا لو تم تمرينه وتدريبه تدريجي؟ يعني مرة شخص يقول له اشتغل الشغل ده مكان، المرة التانية يقول له اوكي حاضر، كده بدأ يخلق عادة عند الناس أن يقول لهم حاضر حاضر حاضر، إلى أن يصير أن الشخص يصير معتاد على كده، إلى أن يصير حق مكتسب. يبتدوا الناس يطالبوه يقولوا أنت إزاي ما عملش اللي احنا قلنا لك عليه؟ مش بتبتدي في يوم وليلة، بتبتدي تدريجي أن الشخص يبتدي يخضع لأول مرة، تاني مرة، تالت مرة، ما قالش لأ، ما وقفش، إلى أن صار أن الناس تتعامل معاه أن دوا طبيعي، ولو قال لأ بعد كده يبقى هو اللي اتغير، يبقى هو اللي اختلف. إبليس بيعمل كده، يبتدي يمرن الإنسان على حاجات فيها الإنسان مش قايل لأ. في ناس بتعرف تقول لأ بس في مواقف ضخمة كبيرة، إذا تشخص بمرض، إذا كانت مشكلة كبيرة في الشغل، يبتدي دلوقتي يضع كل عزمه، هو يبتدي يحط إيمانه، في حين تمرن 6-7 مرات قبل كده على حاجات فيها بيقول حاضر. مش لازم يقول حاضر بالحرف الإبليس، إنه سايب الموقف بيحصل، سايب الحاجة دي بتحصل، سايب المشاعر بتاعته من غير ما يتحكم فيها، سايب جسمه يسيطر عليه، سايب الظرف البسيط ده ويحصل معاه من غير ما يقف يحط إيمانه فيه، إلى أن يجي الموقف الكبير مش هيعرف يقول لأ عليه، لأنه تمرن سابقاً. السلطان هو أن الشخص يكون واعي وساهر وصاحي لكل الأفكار والمشاعر، لأن إبليس بيقول ملتمساً من يبتلعه، من اللي قابل الابتلاع يبتلعه. عشان كده ده اللي بيحصل في حياة ناس من غير ما يعرفوا، يتمرنوا على أنهم يستحوذ عليهم ويسيطر عليهم في أمور مش باين أنها خطيرة، إلى أن إبليس ياخد حق، يكتسب حق مش بتاعه. زي بالظبط الموظف العمالي يتظلم طول الوقت، ما بدأتش معاه بكده، كانوا بيجربوا معاه ويبتدوا يتفقوا عليه ويقولوا أنت تاخد الشغل ده، ويحملوه بحاجة تانية، أو يقولوا له أنت غلطت في الحاجة دي وهو مش بيرد ولا بيدافع، إلى أن يصير الشخص ده كأنه بالظبط كده أي شخص بيتمسح بيه الكرامة بتاعته، بيتمسح بيها البلاط، بيتمسح بيها. فالشخص يقول لك أنا مش عارف أنا مالي كده، لأن الروح القدس عشان يشتغل على شخصية الشخص ده هو أنه يبتدي يفهمه يعني إيه قوة الشخصية حسب الكلمة، وليس حسب الفهلوة والبلطجة والعالم، يبتدي يقوي شخصيته.
عشان كده من ضمن الناس الروح القدس بيشتغل عليها اكتر عشان يجهزهم للمعجزه ويساعدهم في المعجزه هو انه يقوي شخصيه الناس اللي عندها حته ضعف الشخصيه. الامر ده مرتبط. افتح معايا عشان تبقى فاهم اكتر. اتكلمت فيها كتير قبل كده في اعمال 20. كلمة طلبت تشتغل على الإنسان عشان تخليه يفهم كويس جدا. على 32 والآن أستودعكم يا إخوتي لله ولكلمة نعمته القادرة أن تبنيكم. البنى دوت بنى روحي، بنى الشخصية، أن الشخص يعرف كويس جدا الصح والغلط فين، ولا يخاف من الحقيقة، ولا يخاف من المواجهات، ولا يخاف من أنه الناس تبتدي تشرس ضده في أي شيء، لأنه بدأ يبقى ثابت جواه. ده ليه دعوة بالسلطان، ده ليه دعوة أنه هو مش سايب ذهنه يداس عليه، ده مش سايب الموقف تحصل بهذه الصورة. هذا لا يعني أن حد يتمرد على والدي أو يتمرد على تتمرد على زوجها، لا، بتكلم على جوه الشخص مش خانع، مش سايب الموقف بداية من المشاعر والحزن والأسى. كلمة قادرة، كلمة نعمتي قادرة أن تبنيكم. اللي هيحصل بعد كده نتيجة تعطيكم ميراثا الشفاء والأمور اللي أنت بتدور عليها تبدأ بأنك تبنى داخليا من الكلمة. عشان كده السلطان إبليس بيدور على الفراغ السلطوي، شخص مش بيحط دماغه في حاجة، فقط مهتم بثلاث أربع حاجات في حياته، أن هو يأكل وينام، في ناس عندها الأكل والنوم مهم جدا في مواعيد معينة، والشغل، وأن الدنيا متوضبة في البيت. في ناس ما عندهاش غير الحاجات دي، هي دي. اما بقيه الحاجات لا يضع سلطان، الولد يذاكر ما يذاكرش، البنت تذاكر ما تذاكرش، ايا كان، يبتدي ابليس يدخل على الزوايا دي، مشاعره متسابه، افكاره متسابه، وقته متساب، طول الوقت متساب في الحاجات اللي هي بتسحب البشر دلوقتي. فبيجي بقى ابليس يدور على الشخص ده يلاقيه جاهز قابل الابتلاع. افتكر الكلام في اليوناني في بطرس الاولى 5 يقول ملتمسا من يبتلعه هو، اي معناها مين اللي ينفع يبتلع، جاي كده في اليوناني معناها مش كل الناس ينفع تبتلع. هل انت قابل الابتلاع ولا لا؟ ده يعود على ايه؟ بنى الشخصيه، ما هو سلطانك؟ هل انت بتعرف تسيطر على مشاعرك تحت الغضب؟ هل لو تم احاطتك بظلم او بموقف ما، لو انت تم احاطتك بشيء مليان بالصوت العالي، في ناس عند الموقف دي بتستسلم. ابليس بيدخل في الحته دي. بعض الناس يقول لك الشخص ده وقع ومحدش سمع عليه، من ساعتها حصل له موقف، جاله المكالمه دي من ساعتها واعصابه باظت، من ساعتها وجاله مشكله عقليه، جاله مشكله نفسيه. في اللحظه دي بيبقى الانسان استسلم، ساب نفسه، فابليس بيلاقي الباب مفتوح بينتهز ويدخل. فالشخص عشان يحط سلطانه هو ان هو يفهم ان في عالم روح اساسا، في ناس مش واعيه لعالم الروح ده، بيعرف ازاي يتعامل معاه، ويقول لا لابليس، ويعلم ان لا دي ساريه وليست كلام، وبيجرب وبيهاتي مع الحاجه، بيقاوح مع الحاجه، بيعافر مع الحاجه. في ناس عندها مبدا انه اهو فيها مناهده، فيها حاله ايه بالعافيه، اهو بجرب وبشوف يمكن تحصل. يبتدي بص اذا كان عنده مشكله في جسمه باسم يسوع، بقى من الحاجه دي باسم يسوع، هو نفسه بيتكلم في حاله تكرار اسم يسوع باسم يسوع. لو اجتماع الصلاه مليان الناس كلها بتقعد تقول باسم يسوع، معتقدين انه الامر في انه بيذكروا الاسم بحماس، هذا ليس ايمان. الايمان هو ان الشخص يمتلئ داخليا ويطلق الكلمات نتيجه الملء الداخلي والتامل الداخلي، هو ده السر. عشان كده السلطان هو إدراك من أنت في المسيح. أفسس 2 وعدد 6 وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. أصح 1 عدد 20 رب عمل، الآب عمل مع الابن عمل شدة قوتي، هذا 19 الذي عملها في المسيح إذ أقام الأموات وأجلس عن يمين في السماويات. إحنا قائمين، إحنا قمنا وجلسنا معه عاليا، كلمة فوق جاية عاليا فوق far above،
عاليا فوق كل رياسة وسلطان قوة وسيادة وكل اسم، بما في أسماء الأمراض، بما في أسماء المشاكل، بما في أسماء أي حاجة، أقامنا معه، أجلسنا معه عاليا فوق كل رياسة وسلطان قوة وسيادة وكل اسم يسمى. مش بس الأيام دي، لا لا لا، بل في المستقبل أيضا، وأخضع كل شيء تحت قدميه وقدمينا، ما إحنا جالسين عن يمين الآب، ويهجعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده، ملء الذي يملأ الكل في الكل. العمود ده وهو ممارسة سلطانك. إبليس بيتفرج عليك، حتى لو أنت مش دريان هو بيتفرج عليك، أنت مراقب بدور على الحاجات اللي بتسيبها وبتسيب أفكارك تتسحب فيها، وبيسجل عنده وبيكتب عنده، وبيدور على إيه المداخل اللي يدخل منها. أشكال سلطانك أمر مهم جدا. ادرس، أشجعك تدرس كتاب سلطان المؤمن رجل كينيث هيجن، يتكلم فيه عن السلطان، إزاي أنه السلطان الشيء حتمي، وبتكلم قد إيه رب كان بيفهمه وبيعلمه الطريقة. فمرة لقى في رؤية نمرين بيجروا عليه، نمر ونمر بيجروا عليه في الرؤية دي، كان بيجري منهم، إلى أن استدرك أنه كده هيلحقوه، فبدأ يقول طب خلاص هيوصلوا لي أنا هلتف وواجههم. أول ما التف وواجههم اتحولوا القطط ومشيوا وهربوا. إبليس بيشتغل بهذه الصورة اللي فيها شيء من الهمبكة وتعالية الصوت، بيشتغل بنظام زيادة الأعراض وزيادة المشاكل. لازم تبقى فاهم يعني إيه سلطان. سلطان هو وضع حد ونهاية للموقف نتيجة إنك أنت أعلى عاليا فوق، يعني معناها لا يوجد ندية، لا يوجد انك انت في نفس المستوى بتاعه. علشان بعض الناس يقول لك انا هعمل حرب روحيه ويبتدي يعتقد ان هو في نفس النديه، انت في حته عاليه جدا جدا جدا، عاليا فوق، عاليا بعيدا جدا. هو في مستوى انك تتعامل مع الارواح الشريره، لازم تشوفهم بالصوره بالحجم الحقيقي. يمكنك ان ترى مملكه الظلمه من افعالها. مملكة الظلمة بترى في أفعالها. فأكثر من مرة وأنا باجي أطلع روح شرير على شخص، باجي أتفرج أشوف إزاي روح الشرير بيشوف فقط إن أنا بفكر دلوقتي إزاي هقول له أمشي، قبل ما أكمل الكلمة والجملة ليه جري مزوع خايف مرعوب، فقط لسه ببص له في عالم الروح ولسه هوجه كلامي ليه بيرتعب، لأنه الشخص أول ما الشخص يقف له بيرتعب. مفيش حاجة اسمها الروح ده بيعاند أو مش بيعاند، اسمها بيخدع أو لا يخدع، هو كذب. عشان كده السر هنا إصرارك بصورة لا رجعة فيها، هي دي اللي بتخلي إبليس ما يعرفش يكمل، لأن هو منتظر الشخص اللي هو نفسه قصير متدرب، انه الامور الروحيه دي مش بيفكر فيها اساسا ومش موجوده في الرصيد بتاعه ولا في الخبره بتاعته، او بيقترب اليها ويرجع تاني، يقترب اليها ويرجع تاني، يعيش له كام يوم يرجع تاني في العالم شويه. مش لازم يكون حاجات وحشه في العالم، فقط انه مش حاطط قلبه في الكلام. عشان كده سلطانك مرتبط بفهمك ان مملكه الظلمه ما ينفعش تاذيك. عند بعض الناس اعتقاد ان مملكه الظلمه ليها احقيه عليا، ليها ضريبه عليا. من سنين شرحت ده في اجتماعات الاعضاء وقلت ان ابليس ما لهوش ضريبه عليك. مش معنى انك انت انجزت شيء ونجحت في حاجه يبقى لازم يسمم لك الحاجه دي، او انجزت في خدمه معينه وجبت نفوس المسيح يبقى لازم تلاقي مشكله ترجع تلاقيها في البيت. ابليس ما لهوش احقيه عليك. لازم تفهم ده. إبليس ليس له أي قدرة أنه يعمل حاجة إلا إذا أعطيته السلطان أنه يعمل حاجة. في حد ذات الوهم دوة اللي الناس معتقدة أن إبليس هيعمل حاجة، يعني هيعمل حاجة، وبعض الناس عندها اقتناع أنه مش هكمل يوم والتاني، لازم أقع في خطية، لازم في اقتناع أن في حد ماسك عليه حاجة أو ماسك شيء فيه ومسيطر عليه. مين قال أن الكلام ده صح؟ يبدأ الحل بأن شخص يرى الحقيقة فين؟
أنت جالس عن يمين الآب عاليا فوق كل رياسة وسلطان. معنى كده يمكنك أنك تقول لإبليس ده السبب لما جه هنا بيقول في أفسس 1 وأفسس 2 جه في أفسس 6 نفس الجواب ده بيشرح إزاي يتم التعامل مع الأمر. الخريطة بتاعت أفسس هنا بدأ يشرح لهم عن السلطان، بدأ يشرح لهم يفهمهم يعني إيه اللي صنعه الرب يسوع، بعد كده بدأ يكلمهم إزاي يتنظفوا من حياتهم على الأرض إن هم يعيشوا صح كده. أفسس 4 و5 بيتكلم إزاي إنهم يمتلئوا بروح القدس، 6 بيتكلم عن إزاي يمشوا وهم لابسين سلاح الله الكامل. معنى كده الموضوع مرتبط بمجموعة مبادئ الشخص إزاي يمارس سلطانه في أفسس 1، إزاي هو جالس عمل الأب الأمر ده ويقدر يمارسه، كمل الرسالة للآخر، اسمع الوعظة للآخر بتاعت بولس، هتكتشف إن الموضوع ليه دعوة بتنظيف داخلي والسيادة. إن في ناس تكلست، في ناس تكلست، في ناس بدأت تضع حالة إن هو يوصل لحتة فيها إنه مش بيقبل الكلام اللي بيتقاله، حالة تكلس. الكلام ده خطير. افتح معايا بسرعة أفسس 4 عشان ده ليه دعوة باستخدام السلطان. عدد 17، فأقول هذا وأشهد في الرب ألا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأم أيضا بمخهم العطلان ببطل ذهنهم، إذ هم ليس لديهم فهم وإدراك إلى أن وصلت لمرحلة الظلمة، عليهم غشاوة، صاروا متجنبين، حياة الله ليست فيهم، طبيعة الله ليست فيهم، غير مشتركين فيها. خلي بالك ده بيكلم إيه؟ بيكلم مؤمنين بيقولهم ما تبقوش زيهم، مع أن دي حاجات خاصة بالعالم لكن بيقولهم ما تكونوش زيهم. إذن الكنيسة ممكن أي شخص في الكنيسة يقترب في التشابه ما بين الحاجة دي. إذ هم مظلموا الفكر، متجنبون عن حياة الله، ليس فيهم حياة الله. إيه السبب؟ لسبب الجهل. وكلمة جهل جاية معناها التعمد أن يرفضوا ويتجاهلوا، تعمدوا، قالوا لا، طنشوا يعني. الذي فيهم بسبب غلاظة قلوبهم القلب بدأ إيه؟ يحصل فيه تقصي، قاسي، تقسوة قلب. الذين إذ هم قد فقدوا الحس، جاي معناها تكلسوا، they became callous. تكلسوا معناها زي بالظبط كده شخص كل شوية بيمسك حاجة سخنة، تفرج على شخص في الشغل بتاعه حاجات سخنة كتير. إذا رحت مثلا حد حداد تلاقي بيمسك الحاجة عادي جدا وهي مطلعة وهج، الحديد سخن، لو حد مسكها يتلسع، يقعد كذا يوم في كده تفاعل في جسمه علشان يعالج اللي حصل. أما بالنسبة له الحتة دي تكلست ماتت. فيقول إيه؟ الذين إذ هم قد فقدوا الحس أسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع، أو يعملوا نجاسة بزيادة وشره، مش طمع مادي، هنا بتكلم عن بيعملوا الخطية بصورة شرهة. وأما أنتم فقد فلم تتعلموا المسيح هكذا، كنتم قد سمعتموه وعلمتم فيه كما هو حق في يسوع أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور، بنظف فيهم وتجعلوا أذهانكم تجدد من أرواحكم، تلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. بدأ يقول اطرحوا عنكم الكذب، بينظفهم. جه بعد كده في أفسس 6 بيقول لهم في عدد 16، حاملين فوق كل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة. مش كده؟ وأنت بتعامل مع مواقف الحياة ممارسة سلطانك هي أنك فاهم وداري وواعي. السلطان مش بيجي بأن الشخص يعمل حالة من الهياج ضد إبليس أو يعلي صوته، القصة مش هنا، هي حالة إدراك وتأمل. يجي من كتر دراسة الكلمة في الزوايا دي يوصل الشخص أن إبليس كائن لا يوجد له أذى عليك. لو أعشى كتابه أعطيتكم سلطانا أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء.
معنى كده مفيش حاجه اسمها ابليس يضرني، مفيش حاجه اسمها انا اصل العدو اشتكى. اللغه سمعناها كتير، طلعنا عليها كتير، ان ابليس اشتكى واصله الشيطان شاطر. جمل جعلت ابليس في الاخر خالص له سلطان مكتسب نتيجه كلام الناس عنه وليس نتيجه كلمه الله عنه. كلمه الله بتقول ان ابليس اخره ايه، نهايته ايه. ان الشخص اول ما يحط له حدود، اشجعك تعمل دواء في ابسط المواقف قبل الكبيره، في الطلعه الاولى بتاعت ابليس من هجمه فكريه، من هجمه اعراض، من هجمه شيء معين في الشغل، ما تستناش الموضوع يتفاقم. تعلم انك تضع لها حدود من البدايه، خليه في المكانة بتاعته، خليه في الحتة اللي هو يسوع جعله عليها. عشان كده ركيزة من ركائز الإيمان اللي بيشتغل هو فهمك للسلطان. السلطان ليس شيء حد يصلي عشان يديهولك، انت أعطيت سلطان اوريدي، انت أعطيت سلطان، انت عندك السلطان دوا، فقط استعمله. يمكنك أن تطفئ سهام الشرير، ما يحدث من ظروف حياتك تقدر توقفها نتيجة أنك بتحط ترس الإيمان وتبتدي تطفئ السهام دي. الترس دوا كان بيتعامل من الجلد، والجلد دوا كان لازم يتصين بزيت ومية، لأنه بتحط في مية، لأن الجلد بينشف مع الوقت، بتحط في زيت علشان ما يحصلش أن هو يوصل مرحلة أن هو يتكسر. عشان كده كان بيبقى في حالة إيه؟ بيصهر في النار ساعات، وتحط يحاول ينشفوه، ويبتدوا يكونوا بيحطوا زيت، مما يرمز ان ده عمل الروح القدس، ان لازم يحصل صيانه لهذا الترس. عشان كده بولس بيستخدم كل الكلمات دي بمعنى قاصد فيه، انه ترس الايمان، ان في اربع انواع من الترس. هنا بيستخدم النوع دواء بالذات علشان يعني بيه حاجه باللغه اليونانيه. عشان كده بيستخدم النوع اللي هو الشخص بيتفصل عليه، بيجوا يشوفوا طول الشخص ويبتدوا يفصلوه عليه بحيث هو يحيط جسمه عشان ما تجيش من اي زاويه، ما تجيش من تحت ولا من فوق، فهو محاط بهذا الترس. في نوع ترس تاني صغير جدا عامل زي الطبق، ده حاجه تانية، لكن ده هو النوع اللي بيتكلم عنه هنا بولس، ان الشخص محاط من راسه لرجليه بهذا الترس، يعرف يضرب وهو ما يتاذيش. عشان كده ترس الإيمان هو أنك واخد بالك بما يدور من أفكاره من أحداث ومن مشاعر، لكنك واقف بسلطان وتقول لا، أنا بعرف أسيطر على مشاعري، على جسمي، على ظروفي، على أحداثي، أنا بعرف أسيطر على الأعراض دي. تبدي تحط حدود لإبليس، هو طول الوقت بيتفشى طالما الشخص سايبه. الآن تبتدي تهشه، أول ما بتيجي تهشه هتلاقيه تهش، ما أبسط التعامل مع الأمر بالدراية والإدراك دوا. اختار لك تمشي بسلطان، السلطان دوا محتاج تفهمه وتدرسه أكتر. ادرس السلطان على الموقع، عظات ومقالات. خلينا نقف مع بعض نصلي. إيمانك، إيمانك شيء ثمين جدا، أعطيت هذا السلطان. ما هي قيمة الحاجات اللي حصلت في حياتك؟ ما هو الرصيد وراء اللي حاصل في حياتك؟ لا يوجد رصيد في مملكة النور للعيان اللي انت شايفه حاصل في حياتك يمكنك ان تزعزعه وتحركه من مكانه وتحدث تغيير فيه. ان كان شيء مخالف للكلمة في حياتك، أنت منفذ للمعجزة، بتصنع المعجزة، يمكنك أن تغير الواقع دوا. تجرأ وقف ضد ما يحدث من خلال الكلمة، ولا تعطي لذهنك استسلام، ولا تستسلم بقلبك. قف قف، كف عن رثاء الذات، كف عن الحسرة والحزن. لا تجعل إبليس يتنفس في ذهنك، لا تجعل إبليس يتكلم في ذهنك وتتركه. كف عن سرد الأمور القديمة أو توقعات الأمور السلبية في اللي جاي، كف عن دواء. لا تجعل إبليس يدخل حياتك. ترس الإيمان هو أن تطفئ كل ما حدث وما يحدث.
اطفي الحاجة دي وهي تترمي، يمكنك انك تصدها وتقول لأ. مش بس كده، يمكنك بعد ان تتمم كل شيء ان تثبت به، ان تقدر ثلث الايمان هو ما يحدد اذا الشيء دوا هيصيبك او لا. مش معنى انه حصل اي عيان انه حصل خلاص، لا يوجد شيء يفرض نفسه عليك. هللويا. ابتدي لف في ذهنك الكلمه، خليها تتمشى في ذهنك، اسمح للكلمه انها تكون هي لها السياده واتضع تحتها. اي شيء كاذب والله صادق، اي تقرير سمعته كاذب والله صادق. اتامل في الايات دي، اي تقرير قيل، اي امور حصلت كاذبه، عكس الكلمه كاذبه. ما يقول الكتاب هو الصادق، انا بتضع تحتي، كون رب قالها يبقى هي كده، انا بضع ايماني فيها. امزج ايمانك، حط قلبك وتجاوب مع ما يقال، لا تجعل قلبك يتكلس، لا تجعل قلبك يتقسى، تجاوب مع الكلمة. يوجد مستقبل رائع وجمال عوض عن ما حدث من رماد ومشاكل. آمن بالتعويضات الإلهية، آمن بالإيدين الإلهية، آمن بالقوة الشافية، آمن بالقوة التي تعطيك بفيض ووفرة. لا يوجد شيء أعلى، أنت أعلى من ارتفاع الأسعار، أنت أعلى مما يحدث من أمور، أنت أعلى من الخوف اللي عمال يهجم على أفكارك، أعلى من الخطية اللي عمالة تواجه حياتك، أعلى من جسد روحك لديها القدرة والسيادة، السلطان. أعطيت سلطان ولا يضرك شيء. لا تنخدع، إبليس ليس له رصيد، ليس له قدرة. لا تمنحه أنت قدرة، لا تسمح له، لا تهدم حياتك. كلمة قادرة أن تبنيكم وتعطيكم ميراثا. أعبد بكل قلبك، امشي بالاستنارة دي وتبتعبد الرب بكل قلبك. ما أعظم الجود الذي ذخرته لخائفك وغناك وهبته، رحمتك تحيط بي وبترنم النجاة دوما تهتف لي. ما أعظم الجود الذي ذكرته لخائفك وغناك وهبته، رحمتك تحيط بي وبترنم النجاة دوما تهتفني. أبتهج وأفرح، قد جعل عجبا رحمتي، فهو صخرة وملجأ وأخدم قد فدى نفسي. الرب نوري وخلاصي من أخاف، إن نزل علي جيشا
وللرب أرنم. الرب نوري وخلاصي من أخاف، إن نزل علي جيش لا أخاف. الآن يرتفع رأسي على أعدائي من حولي، وبالرب أرنم. قد جعل عجبا رحمة لي، فهو صخرة وملجأ أعظم من قد أنا نفسي. وعدد 7، أنت ستر لي ما الضيق تحفظني، تحيطني. كلمة تكتلفني أي تحيطني، كلمة بترنم النجاة مش تبقى فاهم بترنمها إزاي. الحرية والحماية، أنا محاط بهذا الصراخ والصوت العالي. كلمة ترنم أي معناها الصوت العالي، معنى كده الروح القدس حاوط داود وهو بيعدي في الصعوبات، بالناس بدأت تقول له إحنا هنقف معاك، إحنا هنقف معاك، فبدأ يلاقي نفسه محاط. روح القدس بيتكلم جواه، وبدأ يلاقي إن الناس بدأت تحوط، وبدأ الرب يجمع إليه المعجزة حواليه. مش كده؟ بترنم النجاة، هو سمع دول أول في روحه، وبدأ يشوفه، وبدأ يدركه، بعد كده بدأ يلاقي إنه يحصل على أرض الواقع، إن الناس تيجي تقف جنبه وتساعده. عارفين قصص عن أبطال داود وإزاي دول وقفوا، كانوا مري النفس، وكانوا منهم ناس مديونيين، كانوا في حالة تعاسة، لكن داود بدل ما يرسي لحاله وهو مطارد من شاول، وهو المفروض انه ممسوح ملك، لكن في حالة مطاردة لمدة سنين، رغم كل دوا اتلفت حواليه الناس المنكوبين واللي حالهم ضايع والتعبانين، داود صنع منهم أبطال. مش لازم يكونوا بشر حواليك، لكن يوجد من يصرخ حولك من ملائكة تقولك احنا واقفين معاك. ادرك دوا يوجد حواليك عالم روح يمتلئ بدوشة كتيرة جدا. مملكة الظلمة بتعمل دوشة، ومملكة النور بتعمل دوشة، وفي صوت خارج. بالنسبة لداود كانت الحرب مع لحم ودم، رحوته بناس لحم ودم، لكن الآن احنا محاطين، مصارعتنا ليست مع لحم ودم، لكن ما يحيطك الآن هو ملائكة بتتكلم. ملائكة بتتكلم حواليك وتقول لك أنا معاك، ما تخافش. أنت بتعبر من دوا بكل قوة، بكل ثبات، بكل استقرار، بترنم النجاة أو بالحرية والخلاص. يوجد إحاطة تكترفني أي تحيطني. عشان كده أنت محاط بالملائكة، أنت محاط، أنت ليس شخص سهل حتى لو بتتعامل بطولك في المشكلة دي. بولس قال الجميع تركوني في آخر وقت حياته، لكن رب وقف معي. عشان كده خلينا نرنم الترنيمة دي تاني، وإحنا بنشوفها بالمنطلق دوت، إنه إزاي أنا محاط، أنا مدعم بدعم ملائكي أقوى من جيوش الأرض. لا يمكن جيش يمنع مرض أن يدخل، لا يمكن جيش يمنع خوف يدخل، لكن يوجد ملائكة بتعمل، الملائكة دي قوية جدا،
ارجع وادرس تعليم الملائكة. الملائكة دي تشتغل باحتراف مدربة لها آلاف السنين علشان احنا، ويعلموا جيدا يتعاملوا كيف مع كل شيء يتم حاط بملائكة دي، ليس لتشجيعك بل العمل والتنفيذ. اطلع من حتة التشجيع، انت مش محتاج تشجيع، ادخل مرحلة انك انت بتنفذ المعجزة، انت بتنجز المعجزة، بترنم النجاة. اي انا محاط بالصوت العالي والزعيق العالي، احنا معاك ما تخافش، احنا واقفين جنبك، احنا محيطينك دلوقتي، انت ليس لك اي شيء، ما تقعدش هم، ما تقعدش هم اللي حاصل دوت، يوجد حل في هذا الامر، احنا واقفين جنبك، احنا بنتعامل معاك، احنا مكلفين يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك. خلينا ننم التريمة دي تاني واحنا شايفين المشهد دوت. لخائفيك وغناك وهبته ملأتك تحيط بي وبترنم النجاة دوما تكتنف لي معظم الجنى الذي نخرته لخائفيك وغناك وهبته رحمتك تحيط بي وبي ترنم النجاة يوم تكتنف لي أبتهج وأفرح المعجزات. أهم عنصر أن ترى الأمر في روحك. أنت محاط بعمل ملائكي بقوة الروح القدس. أنت محاط بالمدح وليس بالذم. محاط بالحرية والشفاء وليس المرض، وليس الفقر، وليس العناء. انت اللي في الارض مكلفة الملائكة انها تشتغل لتنفيذ اللي روح القدس عايزه. ميراث انت
تنام وتحيا. فقط تجاوب مع الكلمة. أنت لست شخص الهين، وليس الشخص اللي مملكة الظلمة تلعب بيه، لست الشخص التافه حتى لو ناس قالوا عليك الكلام ده، لكن دي قوة روح القدس بذاته يحرسك، بذاته يحميك. تسير في هذا النور وليس في المشقة والعناء. غالب مبارك اسم الرب. هللويا. عندما يعد ويفي لا يخزى الأمان به، هو الرب وهو العلي. تسير كسائر الأمم ببطء ذهنهم، لا يكن ذهنك عطلان، لا تكن متجنب من حياة الله، لا تسير بعيد عن الكلمة، لا تتجاهل الكلمة، لا يتكلس قلبك، امشي بروحك، يمكنك أن تغير الواقع لنقابل التزعزع. هاليلويا. السماء في صفك لوقت فيه تنجز وتكتب اختبارات أكتر ويزداد سجل اختباراتك. قد أريد بك شرا لكنك يمكنك أن تحوله للخير. هاليلويا. مبارك اسمك. نشكرك لأنك إلهنا الرائع. أشكرك أعطيتنا القوة والغلبة. أشكرك لأنه لا يوجد شيء على الأرض أقوى منك. أشكرك لك أعطيتنا ذاتك وروحك فينا. نسير في موكب الانتصار ليلا ونهارا 24 ساعة في اليوم. هاليلويا. أشكرك أنك تحمي كل ما يخصنا. نخرج من هذه الأرض دون أذى، بل غالبين منتصرين مجتمعين بقوة الروح القدس. هاليلويا. مبارك اسمك في اسم يسوع. آمين.
نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة. للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org. كما يمكنك أيضاً تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactus@lifechangingtruth.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.